ملي كنقولوا عروس كنقولوا اطلاله رائعه. ماريا كانت في غايه الجمال، فشكون في نظركم اللي صار على الطله ديالها؟ انا اليوم في العز ديال ماريا وكازم، وانت جيتي من دبي باش ديري لماريا المايك اب. صاحبتك بزاف ماريا ولا اول لقاء ولا شنو؟ لا، ماريا صاحبتي بزاف واختي، يعني ماشي غير صديقه عاديه. و يعني انا كنعرفها من شحال هادي، يمكن ما كنبينوش بزاف لي ريزو سوسيو لانه انا كنتواجد في دبي، ولكن جيت خصيصا لماريا نجم وكازم باش نحضر اليوم العرس وندير لها الميك اب. شنو كتقولي اليوم لكازم وماريا؟ كنتمنى لهم الخير والسعاده، وديما ان شاء الله نشوفهم فرحانين ونشوفوا وليداتهم ان شاء الله.